من الصراع، صراع الطرف الأضعف أو المقهور آنذاك من أجل الحصول على حقه، ماذا حصلت؟ حقيقة ما حصلت إلا على الحد الأدنى الأدنى مما يمكن أن يكون إمكانية الحصول عليه. في قضية العلاقة بين العمال وأصحاب العمال، انتزعوا حقوقهم عن طريق النقابات، عن طريق الإضراب، عن طريق التظاهر، وإذا نظرنا إلى القوانين القائمة في الدولة نجدها في نهاية المطاف يبقى الأثرياء يزدادون ثراء والفقراء والضعفاء يزدادون ضعفا. في كل ميدان من الميادين سيطرت هذه الفكرة الأساسية في ولادة الحقوق والحريات في الحضارة الغربية في فترة بداية العولمة، لأن هذه الحضارة بهذا الشكل بدأت تنتشر عالميا، بدأت تحاول أن تنشر هذه الأفكار عالميا. الآن وصلت على سبيل المثال أيضا في مسألة تنتزع انتزاعا أنهم يريدون أن يفرضوا الديمقراطية أفكارهم بالقوة، ولم ينجحوا طبعا في ذلك، لا يمكن أن ينجحوا، يلي هو يبيحون استخدام القتل من أجل تمكين هذا البلد أو ذاك بالديمقراطية حسب ما يزعمون بطبيعة الحال. أيضا على مستوى العالم الواقع عندما نجد، يعني لا أريد أدخل في أمثلة سياسية كثيرا، لكن عندما تجد أن الخلاف الأكبر ما بين العراق وأمريكا عندما انسحبت أمريكا من العراق، والآن يتكرر ذلك في خلاف الأكبر ما بين أفغانستان وأمريكا ويتنسحب من أفغانستان مضطرة بطبيعة الحال، أنهم لا يتركون جنودا أو مدربين أو أي شيء في ذلك البلد إلا بشرط ألا يتعرض للمحاكمة أمام القضاء في البلد إذا ارتكب جريمة من الجرائم. طيب يا ترى إذا رجع لبلده يحاسب عليها؟ كما نعلم من شواهد كثيرة لا يحاسب عليها بما يستحق حتى وفق قوانين بلده. فنجد لا تحاول الهيمنة والسيطرة وفرض ما تريد، فتغولت العولمة في مجرى حياة الحضارية للأسرة البشرية، لذلك ظهر خطورتها. ليست المشكلة لدينا أن نتواجه الحضارة الغربية والحضارة العربية والإسلامية مثلا، ليست المشكلة أيضا أن تتواجه الحضارة الصينية مع الحضارة الغربية، إنما المشكلة أن الحضارة الغربية والعولمة أصبحت أداة أساسية من أدواتها، الواقع تغولت على الحضارات الأخرى من بداية نشأتها. لذلك نجد في البداية يسمون مثلا فترة الاستكشافات الجغرافية. ماذا يعني استكشافات جغرافية؟ يعني وصلوا إلى عالم سموه العالم الجديد، فيه بشر 40 مليون ممكن يقتلوهم ويقولوا ما في حدا، كما صنعوا مع الهنود الحمر. وصلوا إلى عالم مثل عالم إفريقيا، قالوا نحن اكتشفنا إفريقيا. كيف اكتشفتوا إفريقيا؟ طيب والبشر الذين كانوا يعيشون هناك يمكن أن يستعبدوا ويمكن أن تصرف ثرواتهم. فكان هناك الواقع الفكرة المركزية معروفة هي بالنسبة لطريقة التفكير المركزية في الحضارة الأوروبية. إذا الواقع هذه الفكرة أن الهيمنة على الآخر، السيطرة على الآخر، منذ بدأت النهضة الأوروبية خاصة ما بعد فترة التنوير الأولى، الواقع بدأت تنحرف في اتجاه بدلا من تكريم الإنسان تقييد الإنسان، استعباد الإنسان، استرقاق الإنسان، ومشى هذا في دمها إلى درجة أنها لم تستطع أن تتخلص حتى اليوم من آثار انتشار الرق والعبودية في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي كما نعلم الدولة رقم واحد في عالم الحضارة الغربية. فليست مشكلتنا مع الحضارة الغربية أنها بدأت تصنع الطائرات وتصل إلى القمر، ليست مشكلتنا بأنها أصبحت قادرة في المجال الطبي والمجال العلمي والمجال التقني وغيره من المجالات، وأيضا بمجالات الطب النفساني، بمجالات الأمور التي نحن لم ندخل فيها كثيرا في بلادنا عموما وبلاد العالم، يعني بلاد ما يسمى العالم الثالث بشكل على وجه التعميم لم ندخل فيها كثيرا، هي تقدمت تقدما كبيرا وهذه لا توجد مشكلة معها. كما أن أوروبا لم تكن لديها مشكلة مع العالم الإسلامي عندما كان يتقدم عليها في الطب والهندسة والجبر والرياضيات وسواها، استطاعت أن تأخذ منه، استطاعت أن تأخذ الكتب وتضعها الواقع هنا في الجامعات حتى بقيت تعلم كما نعلم عدة قرون متوالية قبل أن تبدأ بكتابة الكتب لنفسها وتبدأ بإنشاء علومها. ولكن المشكلة أنها أصبحت حضارة عدوانية، العولمة هي ما يعبر عن العنصر العدواني في الحضارة الغربية. أما بقية جوانب الحضارة الغربية لا نستطيع أن نقول أنها كلها عدوانية، فيها الإنتاج العلمي، فيها الإنتاج الثقافي، فيها إنتاج حتى الإنساني. نحن نعلم مثلا بعض القصص التي تسمى عالمية، أحد الأسباب الرئيسية أنها تسمى عالمية لأنها مست عنصر الإنسان ولم تتوقف عند عنصر الهيمنة كما
هو يجري الآن في يعني في انتشار العولمة في بقية أنحاء العالم. لذلك مثلا من أشهر قصص مع فرنسيين؟ البؤساء، ما هيك؟ تاع فيكتور هوغو ولا هيوغو، ما بعرف الله كيف تلفظوها بالفرنسي. أقول يعني أشهر، بتلاقي كمان أشهر القصص عند بقية الحقيقة يعني كبار الأدباء انتشرت لأنها تمس الجانب الإنساني المشترك بين جميع البشر، فهو الذي الواقع يتميز به عن بقية جوانب الحضارة الغربية العدوانية فيما عدا ذلك، بدءا من كلمة الاستكشافات الجغرافية. بدل والله أننا وصلنا إلى بلاد يعيشها بشر آخرون، انتهاء بما نعرفه عن العصر الحاضر الذي فيه الأمثلة التي عشناها الواقع سواء في أفغانستان أو في بقية بلدان التي تعرضت لهذه لهذا الجانب العدواني. الأمر يعني إذا أردنا شيء من التلخيص، أنه يبدو أن استرسلت كثير في الكلام المباشر، إذا أردنا أن نحدد ما هي النقاط التي أكاد أقول نخشى منها على الحضارة الغربية أن تنهار، لأن الانهيار الفجائي لأي حضارة يسبب مأساة عالمية، وبالذات الحضارة الغربية لأنها على مستوى العالم منتشرة، يمكن أن يكون المآسي المنتشرة بسبب انهيار مفاجئ تعم العالم كله. نحن رأينا انهيار جارب من الجوانب فيما يتعلق بالمالية، كيف أصاب العالم كله بأضرار كبيرة جدا. يمكن أن يأتي ذلك أيضا عندما تنهار بقية نظم الحضارة أو جوانب أخرى من نظم الحضارة الغربية. لذلك نقول هناك أخطار نخشى منها. أول هذا الأخطار أنها انتقلت من مرحلة الواقع الاستمرارية الحضارية كما كان في تعاقب الحضارات البشرية إلى مسألة انتحال الحضارة. نحن الحضاريون المتحضرون وأنتم لا شيء، نحن يمكن أن نعلمكم الحضارة. هذا ما بدأ الواقع من بداية الفترة الأولى بكلمة مثل، يعني هذا ما تعبر عنه الحقيقة كلمة اكتشافات جغرافية بدل اكتشافات جغرافية، نعم، بدل أن يقول والله وصلنا إلى المكان الفلاني. إنكار وجود الآخر أو إنكار ما يعطيه حضاريا أيضا هو الذي عبرت عنه، أنه في البداية كانوا ينقلون من العالم الإسلامي، ثم أتت عدة يعني يمكن 100 أو 200 سنة لا يذكرون فيها أي شيء أنه يعود إلى العالم الإسلامي، يعني محوه من كتب التعليم في الجامعات وسواها بأن الأمر الفلاني بدأ في العالم الإسلامي. فنجد في كثير من التعريف بنشأة العلوم ثغرة كبيرة، يبدأ بالإغريق ثم يقفز فجأة إلى عصر التنوير والحداثة في الغرب، ويترك الفترة التاريخية التي كان فيها العرب والمسلمين قصر السبق حضاريا. فبدل الاستمرارية أصبحوا ينتحلون لأنفسهم. الأمر الثاني الواقع هذا التعامل مع التاريخ خطأ حضاريا. التعامل الآخر مع الحضارة نفسها عندما أصبحوا يعملون على احتكار المنجزات الحضارية، هذا يتجلى في الوقت الحاضر في كثير من الأمور. أول ما تبدأ مقاطعة تجاه دولة معادية تبدأ والله لا نورد إليها الأجهزة المتطورة حديثا مثل مسألة الكمبيوتر يعني الحاسوب الآلي وسواها. نجد مثلا حتى الآن احتكار ما يتعلق بالامتيازات المتعلقة بصناعة الأدوية، والناس يموتون بسبب أمراض معينة، ولكن يبقى هذا الاحتكار هو الصفة الرئيسية التي تمنع وصول الشركات صناعة أدوية، الواقع الذي يمنع وصول الدواء كما ينبغي لأنحاء العالم. فهي إلى حد كبير أولا انتحال على المستوى التاريخي، الاحتكار على المستوى الحضاري، ثم مسألة المركزية والأطراف يعني تجاه الإنسان في بتعبير عام يمكن أن نقول هذه العدوانية هي التي جعلت طموحات العولمة تتجاوز كلمة طموح، الجانب الإيجابي في كلمة طموح. أنا أطمح إلى شيء، يعني أطمح إلى هدف أعلى أريد الوصول إليه، وهو هدف كبير يتطلب جهود كبيرة. أما هذا العنصر العدواني في هذا الطموح، أنا أطمح إلى الهيمنة على البشر، أطمح أن تكون حضارتي هي الحضارة الوحيدة الموجودة في عالم الأسرة البشرية. فهذا الطموح الواقع عندما أصبح معاديا
صار يسبب ردود أفعال. عندي أخي 10 دقائق. طيب يعني ما أدري إذا كنت استطعت أن أطرح بعض الخواطر والأفكار بشكل واضح. يعني القسم الأخير الواقعي يتعلق ماذا نستطيع أن نصنع. هذا قدمت له بأن ماذا نستطيع أن نصنع، أنا أقصد في الدرجة الأولى ليس عالم النخب، إنما عالم الشباب. عالم النخب مو معنى ذلك لا يصلح كله، هذا كلام يعني ما له أصل، لأن فيه الواقع عمالقة في قضايا الفكر والأدب وكل المجالات. إنما أقول الواقع عالم الشباب هو الذي يمكن أن يصنع المبادرة للمستقبل، فهو الذي يحمل المسؤولية بشكل مضاعف أكثر مما حملها الجيل السابق في هذا الأمر. وكي نبقى في حدود الوقت المتبقي أعدد فقط عناوين أقرأها قراءة، عناوين بس مو كل وحدة كلمتين، يعني 4 سطور، معلش تسمحوا؟ طيب صحوا حالكم شوي حتى تسمعوا البقية الباقية وبعدين حاسبوني على ما على ما ذكرت. الحساب 45 دقيقة ما هي في النقاش. في اعتقادي أن أول شيء يجب الواقع أن نتجنبه في الجيل الجديد أن نكافح آفات عديدة معيقة لنا، بعضها توارثناه وبعضها نشأ حديثا. آفات ثقافية فكرية اجتماعية يمكن أعدد منها صفحة كاملة، إنما أعدد بعض العناوين فقط. التعميم في الأحكام على الآخرين، الارتجال عندما نريد أن نعمل عملا من الأعمال، المبالغة في كل قضية من القضايا التي نتبناها، الأنانية عندما كل واحد يفكر فقط في نفسه في إطار عمل جماعي، التعصب عندما نقوم بعمل جماعي وفجأة نتعصب لهذا العمل الجماعي تجاه عمل جماعي آخر. هناك كثير من الأشياء. نحن لن نستطيع أن نحارب العولمة. العولمة أنا بسميها مثل الأرنب ونحن السلحفة، لكن نستطيع أن نرفع مستوى تحرك السلحفة. الآن الأرنب من الناحية الواقعية يضر نفسه بنفسه، يتعثر، يتلهى، يفعل أشياء مختلفة في الأشياء التي العولمة. الواقع في الوقت الحاضر في مرحلة تخبط، بدأ التخبط، لذلك هذا الصراع بين القوى المالية والقوى السياسية، لذلك هذا الصراع ما بين أمريكا وأوروبا بين الأقطاب إلى آخره. إنما الشيء الذي يمكن أن نصنعه من ناحية واقعية هو ما نملك بأنفسنا أن نصنعه. نحن نستطيع أن نرفع مستوى ما أسميه سلحفات من حيث مسيرتنا في سباق مشترك ما بين الهوية الثقافية والعولمة العدوانية. نستطيع أن نرفع عندما نرفع مستوى الأفراد والتجمعات التي نشتغل فيها. فعندما نتخلص من هذه الآفات يمكن أن نرفع مستوى النسيج الذاتي للهوية الثقافية التي نريد أن نتعايش فيها في إطارها، وبالتالي نستطيع أن نتعامل من خلالها مع سوانا. أما إذا كنا غير قادرين على أن نحافظ على هذه الهوية متماسكة، على هذه الخصوصيات الثقافية التي نملكها متماسكة، مو معنى ذلك أنها متماثلة ولكن يكمل بعضها بعضا، فطبعا لا نستطيع أن نواجه سوانا. يعني أكاد أقول كهدف آخر أو كواجب آخر ما أسميه وقف مسلسل الانتحار الجماعي للهويات الثقافية الذاتية في بلادنا. هذا يحصل عبر تشظيها. يا إخوة نحن في بلد كالمغرب، ما أريد أذكر شيء حتى لا يقولوا تدخل في السياسة. طيب أخذ في سوريا، نأخذ سوريا الواقع، عنا الطوائف، عنا المسلمين والمسيحيين، عنا قضية الدروز والعلويين، عنا قضية الآن الحلبية والدمشقية، عنا قضية الثوار المسلحون والسياسيون، عنا ممكن أعدد لك عشرات. هذا التشظي في كل بلد على حدة، في كل موقع على حدة، لم يعد قضية هوية، لأن الهوية الواقع عندما تتشظى بهذا الشكل تفقد قيمتها. بعدين هذا التشظي قائم على العداء، لا يقوم الواقع على التكامل. نحن لما نتحدث عن مشكلة بين مصر والسودان مثل مشكلة حلايب، ما أريد أعدل كما ذكرت، لا أريد أدخل في السياسات بين مختلف في مختلف بلادنا وأقطارنا العربية والإسلامية وحتى في مجتمعات المسلمين في الغرب مثلا. أخي لا تأخذني والله أنا بهز يمين وشمال.
يعني في هذا التشدي الواقع الذي يجعل من الهوية الواحدة عشرات، ثم يجعل هذه العشرات على صراع ما بينها ما بين بعضها بعضا، هذا ما أسميه تشدي وأسميه انتحار جماعي للجميع. لن ننقذ الهوية العربية بسبب الأمازيغية ولا العكس، ولكن يمكن أن نقضي على هذه وتلك في بلد واحد صغير يعتبر من بين بلداننا. لن نستطيع أن ننقذ الهوية العلوية كما يصنع العلويون بالتمسك بالحكم الاستبدادي ونصف الحكم الإسلامي، لا أقول كلهم وإنما النسبة الأعظم منهم، لن يستطيعوا أن ينقذوا هويتهم الثقافية من خلال الاقتتال مع سواهم. في نهاية المطاف حتى لو صبر الآخرون 50 سنة يصنعون ثورة كما صنع في سوريا، إنما نستطيع ذلك من خلال التكامل ما بين الهويات الثقافية المختلفة في منطقة واحدة، سواء سميناها وطنا أو سميناها الوطن العربي الكبير أو سميناها العالم الإسلامي أو أي اسم من المسميات الأخرى، بما في ذلك ما يتجاوز حدودنا الذات الجغرافية إلى الحدود العالمية الإسلامية. إذن لابد من وقف الانتحار الجماعي لهوياتنا عبر تشظيها على المستويات القومية والوطنية والفكرية والاجتماعية والسياسية وغيرها، بدلا من أن، وهذا الواجب الحقيقة، بدلا من أن نسعى لتعزيز القواسم والدعائم المشتركة ما بين هذه الهويات حتى تتقوى في وجه ما نسميه عدوا خارجيا وهو العولمة العدوانية. الأمر الثالث ما يمكن أن نسميه التوازن ما بين كلمة الأنا الذاتية الفردية وبين كلمة أنا الجماعية، هي لا فرق بينهما في الأصل، المفروض أن لا يكون. لما أقول أنا والله من جمعية إيش اسمه أخي الملتقى، يعني لما نقول نحن من جمعية الملتقى، يا أخي هذه تجمعنا جميعا. إذا كل واحد مننا داخل هذا الملتقى، وهذا غير موجود هنا، إذاك جبته كمثال، يعني يهمه أمر نفسه أكثر من الآخرين، يموت الملتقى. والله لا يمكن كان أن يعيش الآن، يمكن مضى عليه حوالي 1 سنة و2 شهر أو 1 سنة و3 شهور على أخذ الإذن بعمله، لا يمكن أن يستمر إذا بدأت الأنانية الذاتية الفردية هي تبني العلاقات ضمن هذه الأنا الجماعية. فأنا أقول التوازن بينهما، لا يجوز أن يذوب الفرد أيضا، لأن لكل فرد قدرته على التميز وعلى العطاء، لابد أن يبرز الفرد في إطار وأن تبرز المجموعة في إطار تتكامل مع بعضها بعضا. أعتقد أن هذا مما يعزز أيضا قوة الهوية والخصوصيات الهوية الذاتية ثقافيا وحضاريا، بشكل أن يكون لديها من المناعة ما يكفي لمواجهة أخطار خارجية. الأمر الرابع هو الانطلاق في تعزيز علاقات التلاقح والتعايش والتكامل بين الهويات المختلفة. يعني نحن نتحدث أولا على مستوى هويات داخل نطاق وطن واحد، طبعا هناك أمور مشتركة لأن هناك قوانين مشتركة، هناك حدود جغرافية، هناك أمور تضبطنا في ناحية النظام العام إلى آخره، ثم هناك ما يمكن أن يتجاوز هذه الحدود إلى بقية الدائرة الحضارية التي ننتمي إليها. وخامسا، عندما نوفر هذه الشروط لدى أنفسنا وتصبح هويتنا الذاتية واضحة المعالم، وليس بكلمة المفرد، هوياتنا الذاتية واضحة المعالم بتكاملها وتقوية بعضها بعضا، آنذاك نستطيع الواقع أن نقوم بعملية أعمق بكثير، وهي القدرة على التواصل الإيجابي مع من يمكن أن نستفيد من التواصل الإيجابي معهم، ويستفيدوا هم أيضا من داخل نطاق مجتمعات العولمة الغربية. حقيقة هناك من يدافع عن ضحايا العولمة داخل مجتمعات العولمة على المستوى الفكري والثقافي والإعلامي، ولكن حتى نستطيع نحن أن نتواصل معهم ونكون أمور مشتركة ومبادرات مشتركة، يجب أن يكون هناك نوع من التقوية الذاتية لأنفسنا وعلى الأرضية الثقافية التي نقف عليها. وأعتذر إذا كان يعني سببت لكم شيئا من الصعوبات خلال الإلقاء، وأرجو الله عز وجل أن ينفعني بما أستمع إليه من تعقيبات ومناقشات في الجزء المخصص للنقاش بعد قليل. والسلام عليكم ورحمة الله. وأقرأ
قد تناول في معرض حديثه تكلم عن فوضى المصطلحات وحاول أن يأتي ببعض التعريفات لمصطلح الهوية وكذلك تعريفات لمصطلح العولمة وعرض لنماذج من الإشكالات القائمة بين مسألة الهوية والعولمة وخاصة في السياق الحضاري الغربي وأنهى في حديثه عن التطور الذي حدث بسبب العولمة الغربية كونها انتقلت إلى نوع من العولمة العدوانية ما فرض ردة فعل من شعوب الغرب وختم محاضرته بالحديث عن جملة من الشروط وقالها ضرورية كمقدمة للانفتاح على مدى جسور التعاون مع الآخر الحضاري وهذه الشروط يمكن أن نجملها في تالي تجنب بعض الآفات الثقافية ومثل ذلك بمسألة التعميم والارتجال المبالغة الأنانية والتعصب كذلك مسلمة كون أنه يجب أن ندع فكرة أننا نستطيع محاربة العلماء وإنما يجب استفادة من العلماء لتطوير قدراتنا كأفراد ومجموعات وكذلك تقوية النسيج الذاتي لتقوية هويتنا ثم النقطة الثالثة وقف مسلسل الانتحار الثقافي والتشطي الذي يفقد الهوية أهميتها ومسألة رابعة محاولة التوازن بين الأمن الفردية والأمن الجماعية ثم التلاقح والتكامل والتعاون بين الهويات المختلفة إذا نفتح إن شاء الله باب مساهمة الحضور على أساس أن نسجل التدخلات والتدخلات تطلب من المتدخلين والمتدخلات عدم تجاوز 3 دقائق للتدخل فمشروع إن شاء الله. تناحر على مستوى الهويات الثقافية وهذا التناحر
التوحيد الجسم الضروري، بمعنى العائق هو ما تحمله الصوفية كدولة من خصوصية إسلامية لا يريدون بذلك. ناخذ المغرب، المغرب دخل في مفاوضات من أجل انفتاح الصوفة الضروري المشتركة، تبادل الحب، وتنشر إلى فرد اتفاقية بين بلاد الشرق متعلق بالجانب الاجتماعي، الشرق متعلق بحقوق المرأة، حقوق الطفل إلى آخره. الشرق متعلق بالجانب السياسي، الشرق بما هو متعلق بحقوق الإنسان إلى آخره، بل أن المغرب سيخضع حاله للضغوطات فيما يخص إصلاح نظام التعليم. يقولون أن النظام التعليمي يجب ألا يحتوي على أشياء لا علاقة بمكونات الدين أو بمكونات الإسلام إلى آخره. بمعنى نحن في المغرب العالم الإسلامي هو في ضعف، العالم الرأسمالي في موقع قوة وتطور فعلا، واستطاع أن يفقد نموذجه، وبالتالي لا أقول أن هناك تعايش، بل هناك سيطرة لنموذج على المستوى العالمي، خاصة على انهيار الاتحاد السوفيتي بعد الاشتراك الشيوعي. فرض النموذج الأحادي بالشقين الاجتماعي السياسي والاقتصادي على العالم العربي والإسلامي. شكرا.